هروح للسوشيال ميديا والفقره اللي بتبقى مليئه بالتعليقات الساخره والكوميديه واحيانا الجاده مع زميلي محمد سعد. محمد اتفضل قول لي ايه اخر الانباء عندك. مساء الخير زميلي عطيه، ومساء الخير على كل مشاهدي هنا روسيا، وجوله رياضيه جديده في عالم السوشيال ميديا. ونبدا جولتنا بنجم منتخب مصر محمد صلاح اللي كتب تويته النهارده بيطمن فيها الجمهور في مصر والعالم اللي منتظرين يشوفوه بيلعب في كاس العالم. قال فيها جاهز لبكره بقوه 100 مليون، وكان مع تويته فيديو بيقول ان احلام الجماهير ما بتشكلش عبء عليه، بالعكس فهو بيستمد منهم القوه اللي خلته يرجع للملاعب بسرعه. وعلى ذكر النجم محمد صلاح، عميد لاعب العالم وكابتن منتخب مصر الكابتن أحمد حسن قال على تويتر النهاردة أننا كلنا بندعم محمد صلاح ونتمنى ليه أنه يتألق في كاس العالم، وأكد في نفس الوقت على ضرورة تقديم الدعم لباقي اللاعبين في منتخب مصر سواء الفريق الأساسي أو دكة البدلاء عشان جميع اللاعبين بيمثلوا مصر. الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر طمن متابعيه على سلامة وصحة بعثة المنتخب السعودي اللي طيارتها واجهت عطل فني في أحد المحركات، وأكد الحساب أن البعثة توجهت بسلام إلى مقر إقامتهم. كل السلامة للمنتخب السعودي الشقيق، ويا رب التوفيق يكون حليفه في مواجهة الأورجواي المقبلة. نادي تشيلسي الانجليزي احتفل عبر حسابه الرسمي على تويتر بفوز المنتخب البلجيكي بثلاثيه نظيفه على حساب منتخب بنما. طبعا تشيلسي ضم عدد من نجوم المنتخب البلجيكي سواء زمان او حاليا، فضم الفريق كيفن دي براون منافس محمد صلاح على افضل لاعب في الدوري الانجليزي في النسخه السابقه اللي بيلعب حاليا لفريق مانشستر سيتي، ولعب ايضا روميليو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في صفوف تشيلسي قبل ما ينتقل لايفرتون قبل انضمامه لليونايتد. وطبعا تشيلسي بيضم نجم وكابتن منتخب بلجيكا ايدن هازارد صانع العاب الفريق. علق الحساب الرسمي للفيفا على تويتر على فوز المنتخب الانجليزي على منتخب تونس الشقيق بهدف في الدقائق الاخيره من المباراه، ووصفت الفيفا فوز الفريق الانجليزي بالدرامي. نجم منتخب انجلترا واسطوره نادي نيوكاسل الانجليزي الين شيرر سجل اعجابه باداء هاري كين بعد ما سجل هدفين الفوز للانجليز على منتخب تونس. وبكده تكون خلصت فقرتنا حول اهم التعليقات في عالم السوشيال ميديا، ونتمنى الفوز للمنتخب المصري غدا في المباراه ان شاء الله. والان عوده اخرى الى استوديو هنا روسيا مع زميلي عطيه عبد الخالق.